نحن الآن في معرض أطفال من أجل السلام Children for Peace. هذا المعرض أقيم لدمج الأطفال من المجتمع في المجتمع المحلي. الأطفال كلهم من اللاجئين السوريين الذين حضروا إلى مدينة أوتوا العام الماضي. كما نرى هذه اللوحات تعبر عن أمل ومستقبل باهر إن شاء الله لهم. جاء هذا المعرض لدمج الأطفال السوريين في المجتمع المحلي وجعلهم يتبرعون بهذه اللوحات لصالح مستشفى التشيو أو مستشفى الأطفال في مدينة أوتوا. قام على إنشاء هذا المعرض مؤسسة البشرية من أجل السلام والجمعية الجمعية الصينية في مدينة أوتوا. والآن نلتقي مع أحد أو العقل المدبر خلف هذا البرنامج، الأخ من سوريا محمد علي. نتعرف عليك بشكل أكبر. أنا اسمي محمد علي، رسام تشكيلي. أتيت إلى أوتوا أو إلى كندا من مدة سنة تقريبا. طبعا الفكرة فكرنا فيها من قبل أن نخرج أو نأتي إلى كندا لكي نشكر هذا الشعب العظيم ونشكر هذا البلد العظيم على ما قدمه للأطفال السوريين، حيث أنه مسح دموع آلاف الأطفال من اللاجئين السوريين. فكرة المشروع تقوم على 15 طفل من أطفال اللاجئين قاموا برسم 40 لوحة على كانفاس. الفكرة متنوعة، الأفكار متنوعة على اللوحات، وكل فكرة لها معنى ومعنى كبير ومليء في الأمل ومليء في التفاؤل ومليء في الشكر لهذا البلد العظيم. ريع هذه اللوحات سيذهب إلى مشفى الأطفال، وأصر الأطفال السوريين أن يشاركوا فرحتهم بهذا المعرض وأن يتقاسموا وأن يبعثوا يتقاسموا الفرحة وأن يبعثوا ريع المبلغ 100% لمشفى الأطفال ليقفوا ليقولوا لأطفال المشفى: نحن معكم ونحن نشعر بكم ونحن نحس بمعاناتكم ونتمنى لكم الشفاء العاجل. والفكرة كانت أيضا مبنية على الاندماج في المجتمع الكندي، ولنعلم الأطفال أيضا أنه حب العطاء وتقريبا التبرع دائما من أجل المحتاجين، مثلما هذا البلد ساعد الآلاف من الأطفال للمجيء وبدأ بحياة جديدة وأمل جديد في هذا البلد. شكرا لك محمد على الفكرة الرائعة، ونشكر مؤسسة البشرية من أجل السلام والجمعية الصينية على إقامة هذا المشروع الرائع، ونراكم في ريبورتاج قادم. محدثكم محمد الشريف من مدينة أوتوا من مبنى بلدية أوتوا كندا.